نجاهم الله من عبادة فرعون فعبدوا العجل. هناك قلوب على الدوام أشربت العبودية لغير الله. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال رجل للشافعي: أوصني. قال: إن الله تعالى خلقك حرا فكن حرا كما خلقك. الحرية تعني أن تكون عبدا لله، لا لسواه، لا للذوات ولا للشهوات. الحرية ليست حجابا يرمى، ولا دينا يشتم، ولا أخلاقا تخلع. الحرية غرض الإنسان في الحياة، كانت ولا تزال هواه الذي طالما قدم له القرابين وأنفق في سبيله أعز شيء عليه. الحرية هي الحياة، بل أعز من الحياة. إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا من رق العبودية لغير الله. يقول الرافعي: إذا كان الجسد العاري دليل الحضارة فهنيئا للحيوانات فلهم كل الحضارات. سألت الفتاة أباها: يا أبتي، ماذا أستر من جسدي وماذا أظهر؟ قال: اكشفي من جسدك قدر ما تتحملين من نار جهنم.